أيها الإخوة الكرام، من كان يعاني من دين لم يستطيع قضاءه وكبر عليه الأمر وعظم عليه الأمر، فليذكر اسم الله تعالى الكبير أو اسمه الإدريسي الذي سنضعه إن شاء الله تعالى، فإن ذلك الأمر يسهل الله حتى يصغر في نظرك ويصغر في حياتك، ويبسط الله سبحانه وتعالى عنك ويكثر عليك الأرزاق حتى يظهر هذا الدين عندك بسيطا فتؤديه لأصحابه. ومن كان يعاني من ضيق الرزق ومن ضيق المعيشة ومن قلة الحيلة، فليكثر من ذكر هذا الاسم الشريف، فإنه يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله ويرزقه رزقا واسعا، ويسهل الله عليه الرزق ما دام يتلو هذا الاسم الشريف. لمن أراد ختمه أو مربعه يطلب منا عمر الواتساب نرسل له بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا، أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعينا الكرام. نعطيكم من أسرار اسماء الله تعالى اسم الله الكبير، هذا الاسم العظيم، من ذكره ودعا به الله سبحانه وتعالى في عدة مطالب فإنها يصغرها الله سبحانه وتعالى إذا كانت قد تعاظمت عليك الأمور ولم تبلغ إلى شيء من حياتك ولم يتم لك أمرا، وإذا كانت عندك أماني وأحلام وأمور تتمناها من الله سبحانه وتعالى أو من أحد من خلقه ولم تبلغ إليها ولا يكتمل لك أمر من الأمور، فهذا السر إن شاء الله تعالى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك فيما تريد ويصغر تلك المطالب التي كانت عظيمة عندك. وهو يستعمل للدعاء في كثير من الأمور، لقضاء الدين وتيسير الرزق، ولمن يتمنى بيتا أو سيارة أو شيئا من أمور الدنيا وقد صعبت عليه ولا يستطيع تغييرها، من جميع مشاكل الحياة سواء كان فيما يتعلق بالأسرة أو بالمال أو بالتجارة أو بالعمل أو بالرجوع إلى وظيفة قد تركها الإنسان أو غير ذلك. سنعطيكم تصريف بهذا الاسم الشريف وكيف تذكرونه وكيف تسألون به الله سبحانه وتعالى فتتحقق لكم المطالب. وذكروا هذا الاسم الشريف، إذا ذكره الإنسان صغر الله عنده كل شيء ولا يراه أحد إلا هابه ويراه كبيرا، فلما رأيناه أكبرناه، ويراك الإنسان يراك الناس بصورة عظيمة فيكون لك القبول عند الناس ويكون لك نفاذ الكلمة ويكون لك الهيبة والجمال ويعطيك البهاء ويكبر الله سبحانه وتعالى مكانتك في القلوب وفي أعين الناس، وتكبر تجارتك ويكثر مالك ويكثر خيرك ويكثر رفدك، وتكون منعما ميسرا لك الأمور مقبولا عند سائر الخلق بذكر هذا الاسم الشريف. وهو ذكر بسيط أيها الإخوة الكرام، وله اسم الأسماء الإدريسية عظيم أيها الإخوة الكرام. سنذكر خواصه وتصريفاته في هذه الحلقة إن شاء الله بعجالة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، من كان يعاني من دين لم يستطيع قضاءه وكبر عليه الأمر وعظم عليه الأمر، فليذكر اسم الله تعالى الكبير أو اسمه الإدريسي الذي سنضعه إن شاء الله تعالى، فإن ذلك الأمر يسهل الله حتى يصغر في نظرك ويصغر في حياتك، ويبسط الله سبحانه وتعالى عنك ويكثر عليك الأرزاق حتى يظهر هذا الدين عندك بسيطا فتؤديه لأصحابه. ومن كان يعاني من ضيق الرزق ومن ضيق المعيشة ومن قلة الحيلة، فليكثر من ذكر هذا الاسم الشريف، فإنه يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله ويرزقه رزقا واسعا، ويسهل الله عليه الرزق ما دام يتلو هذا الاسم الشريف وما دام يدعو الله بهذا الاسم الشريف، فإنه لا يفتقر أبدا ويرى حياته تتغير ويزيده الله سبحانه وتعالى يفتح عليه الأبواب، أبواب رزق وأبواب القلوب والتسخيرات، فيسعد ويفرح ويكون في حياته التيسير والقبول والخير والمحبة عند سائر الخلق، وهو شمولي لحياة الإنسان أيها الإخوة الكرام، لأن ويتجلى عليه معنى هذا الاسم الشريف وخاصيته، لأن اسم الله الكبير هو ذو الكبرياء. والكبار أيها الإخوة الكرام عبارة عن كمال الذات لله سبحانه وتعالى، وكمال الوجود الذي نعيش فيه هو من كمال الموجود سبحانه وتعالى، ويرجع إلى ذاته أزلا وأبدا،
وكل موجود من الموجودات فهو مقطوع أيها الإخوة الكرام بعدم سابق ولاحق، فهو ناقص إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينطبق ذلك إلا على الله تعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم الشريف في مواقع من القرآن الكريم، فذكره فقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال وأن الله هو العلي الكبير، ومعناه الكبير في عظمته عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول، لا ينازعه في كبريائه أحد، ولا يهتدي العقول لوصف عظمته سبحانه وتعالى، لا تهتدي العقول لوصف عظمته. وذاكر هذا الاسم الشريف والمتوسل به إلى الله يتجلى عليه معنى هذا الاسم، فيكبر في أعين الناس، وتكبر تجارته، وتكبر أرزاقه، وتكبر حتى أهدافه، وينطلق في حياته بكل يسر، ذلك لأن معه معية الله تعالى في حياته، وتحف عناية الله تعالى في أموره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلماتكم الله أكبر. فمعناها أنك إذا أكثرت من ذكر هذا الاسم الشريف ومن ذكر الله أكبر فإنه لا يكبر عليك شيء، وكل شيء يهون في حياتك ويصغر، على الأعداء وعلى جميع الأمور التي تتمناها في حياتك، وكلما كان في حياتك عظيما ولا تستطيع الوصول إليه والأمور لا تكتمل لك، فعليك التوسل إلى الله تعالى بذكر هذا الاسم الشريف بأعداد بسيطة. وذكر هذا الاسم الشريف الكبير يكون يا كبير أو لا إله إلا الله الكبير، تقرأ هذا الاسم الشريف بعدده بحساب الجمل وهو 232، واسمه الإدريسي كذلك وهو أن تقول يا كبير يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول إلى وصف عظمته يا كبير يا كبير. تقرأ هذا الاسم فإنه يتسع رزقك، ويقضي الله سبحانه وتعالى عنك الدين ما دمت تتلو هذا الاسم الشريف، وكلما زدت في ذكره كلما كثر عليك الرزق، فلا تتوقف عن ذكره وأطل المدة في ذكره. ولمن يسألون عن أسماء الله تعالى الإدريسية، هذه الأسماء الإدريسية، عن توقف عن قراءتها، هل يوجد فيه خطر أو لا؟ فنقول لكم لا يوجد خطر أيها الإخوة الكرام، والسر في ذلك هو أنك تذكر الإسم أولا وآخرا. فالاسم الإدريسي يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول إلى وصف عظمته، وإذا أضفت إلى يا كبير في الأخير فإنك تأمن من كل شيء. وإذا قرأت هذا الاسم أي اسم من أسماء الإدريسية بنية حاجة أو بنية التعبد أولا، ثم لحاجة أنت تطلبها، ثم يسر الله عليك هذا الأمر وانطلقت حاجتك وقضيت بإذن الله تعالى، يمكنك التوقف على ذكر هذا الاسم، ولا يمكن التوقف عليه في حالة واحدة إلا إذا أخذت عهدا مع نفسك أو مع شيخ أنك لا تتوقف عليه أبدا، فإنك إن توقفت عليه فإنه يضرك، هذا إذا أخذت عليه العهد. أما إذا قرأته لحاجة فخذ أي اسم من الأسماء الإدريسية واذكره وتوقف عليه وقت ما شئت أو وقت ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك في حاجتك وفي خاصية هذه الاسم، يمكنك التوقف عليه في أمان الله تعالى لا خوف عليك. وإذا أخذت عهدا أو وردا من أي شيخ وعهدته على أن لا تتوقف عن ذكر هذا الورد، سواء كان استغفارا أو صلاة على النبي أو اسم من أسماء الله أو غير ذلك، وتوقفت عليه مللا، هنا يخشى عليك. فلذلك أيها الإخوة الكرام، من لم يستطع الاستمرار على الأوراد وعلى الأذكار فإنه لا يأخذ عليه عهدا، يذكر الأذكار الغير لازمة، أما إذا صار الذكر لازما وهذا الورد أصبح لازما فإنه يصبح لازما عليك أيها الإخوة الكرام، ولا نطوع عليكم في الأمر أكثر من هذا. ولهذا الاسم الشريف خاتم مبارك، من لبسه وتختم به يسهل الله سبحانه وتعالى عليه الرزق، وتصغر عليه كل المطالب العظيمة، ولا لا لا يمكن أن يكبر عليه شيء، كل الأمور تهون في حياته، حتى من كان الحوائج التي كانت متعسرة عليه من العمل والرزق والزواج وغير ذلك، يحصل الأمر بإذن الله تعالى بشكل يسير وكبير بإذن الله تعالى. وهذا الاسم عظيم أيها الإخوة الكرام،
وهو من أذكار جليلة التي كان الصالحون يذكروها عند الدخول على الملوك والجبابرة وعلى الظالمين، وكذلك فإنها تصغر نفوسهم لكبريائه بفضل هذا الاسم الشريف، ولا يستطيعون أذيتكم بإذن الله تعالى، وكذلك يصلح للدخول على الحكام، ومن عنده قضية كبيرة أو مظلوم فإن الله سبحانه وتعالى يصغر نفوس أعدائه فلا يستطيعون له سبيلا. وبذكر هذا الاسم الكبير أو بإدراك اسمه الإدريسي، يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول إلى وصف عظمته. وله مربع كذلك لمن طلبه منا، لمن أراد ختمه أو مربعه يطلب منا عمر الواتساب نرسل له بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذكر أسماء الله الحسنى وتجلياتها وأنوارها وخصائصها الروحانية والنورانية والربانية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.